ونفتح الآن ملف حوارنا الثاني هذا المساء. ففي خطوة استبقت التوقعات، عادت الحكومة اليمنية برئاسة خالد بحاح صباح اليوم إلى مدينة عدن التي أعلنت كعاصمة مؤقتة لتنهي 6 أشهر من المنفى الإجباري في العاصمة السعودية الرياض. وفي أول تصريح له بعد عودته إلى عدن، أعلن رئيس الوزراء خالد بحاح أن الحكومة ستبدأ نشاطها باجتماع موسع غدا للوزراء الموجودين في المدينة، مضيفا أن عودة الرئيس عبد الرب منصور هادي أصبحت وشيكة. أعتقد هو التدشين الرسمي 16 سبتمبر هو تدشين عودة الحكومة بشكلها الرسمي. بإذن الله يوم غد سوف يكون هناك الاجتماع الأول لمجلس الوزراء من مدينة عدن، ويحتضن غالبية الوزارات المتواجدة، وهذه المهمة الأولى للحكومة. بالتأكيد هناك ملفات متعددة، سوف نكون بإذن الله يدا بيد مع السلطات المحلية في تجاوز هذه الملفات، وإن شاء الله الفترة القادمة سوف نشهد كثير من الخطوات المتقدمة. الرئيس بالتأكيد سوف يعود في الوقت المناسب، ليس هناك تحديد في موعد معين، ولكن هناك مسار سياسي، الرئيس يقود هذا المسار السياسي، وأعتقد تواجده بعض الأحيان في منطقة الخليج قربة من هذا الملف يعني يحتم عليه البقاء، أو سوف يعود في الوقت الذي يراه مناسبا إن شاء الله. قد نتفاجأ فيه مثل ما تفاجأنا في الحكومة في أي يوم في الفترة القديمة. ينضم إلينا من الرياض الكاتب والباحث السياسي اليمني السيد فيصل مجيدي، ومعنا من عدن الكاتب والباحث السياسي السيد عدنان الكاف. أهلا بكما إلى حوار المساء. أبدأ معك يا سيد فيصل من الرياض. إذا حررت عدن في مايو الماضي، البعض توقع عودة الحكومة قبل هذا التاريخ، والبعض استبعد العودة في هذا التوقيت. ما الذي تغير حتى تعود الحكومة اليمنية للعمل اليوم من الداخل اليمني؟ شكرا أخي فيصل. أعتقد أن الوضع السياسي وأيضا ضغوط الداخل والأولويات التي طرحت على الحكومة، وهناك عامل خارجي، فلنكون واضحين تماما بهذا الشأن، إذ أن كثير من الحكومات، وعند الحديث عن التفاوض مع الجماعة الإرهابية جماعة الحوثي، كانوا يطرحون بأن الحكومة ليست مسيطرة على الأرض، بل بدأوا بالتشكيك بتحرير الأرض، وأعني بذلك وبكل وضوح سفراء روسيا والولايات المتحدة وبعض الدول الغربية. فكانت عودة الحكومة إثبات بما لا يدع مجال للشك أن المدينة تحررت وأن الحكومة تستطيع السيطرة. هناك عزيزي أولويات واضحة من خلال كلام رئيس الوزراء طرحها اليوم على صفحته بالفيسبوك، وهي معالجة آثار الحرب، وهي مقسمة بين أقسام المتعلقة بالجانب الاجتماعي من خلال إسعاف الجرحى، وكذلك الاهتمام بالشهداء، والجانب الاقتصادي الذي هو الإغاثة وإعادة البناء، ثم الجانب الآخر دمج المقاومة الوطنية في الجيش الوطني باعتبارها حامية على حد ذكره، على حد تعبيره، لتحقيقات النصر. لا شك أن الملفات جسيمة، لكن أعتقد أن عودة الحكومة ستكون هي الخطوة الأولى لبناء اليمن وإعادة الحقيقة تموضع الحكومة بشكل كبير، ومن ثم هي رسالة أيضا سياسية بوضوح. طيب أرحب بالسيد عدنان الكاف من عدن. يعني عودة الحكومة كانت المشكلة الأساسية أو العائق الأساسي أمام عودة الحكومة هي مسألة الهاجس الأمني والخطر على أفراد الحكومة للعمل من الداخل في عدن. عودة الحكومة الآن سيد عدنان إلى أي درجة تثبت أن الهاجس الأمني تم تجاوزه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عودة الحكومة بحد ذاته إلى عدن هي خطوة في الطريق الصحيح، لأنه الحكومة كلما كانت مسيطرة على الأرض وموجودة على الأرض تستطيع أن ترى من خلال ما يدور حولها، ولا تكتفي بما تراه من تقارير ترفع لها بعيدا أحيانا عن الواقع. طبعا هناك أولويات كبيرة. دولة رئيس الوزراء صرح في تقريركم قبل شوية أنه هناك عدة، الجانب الاجتماعي والجانب الصحي وكيفية دمج المقاومة، ولكن قبل ذلك كله علينا أولا أن نوفر الجانب الأمني. لم تستقيم هذه البلد إلا إذا كانت الناحية الأمنية مثبتة على الأرض وتوفرت للمواطن بشكل صحيح، ومن ثم سينعكس ذلك على الحكومة. أنا أعتقد أنه المسألة الأمنية هناك العديد من الجهات من تريد أن تسرق هذا النصر الذي تحقق بفضل أبناء المقاومة الجنوبية البطلة. هناك من يريد أن يشعرنا بأننا لا زلنا
غير منتصرين، ولا زلنا نقاوم. نحن نقاوم الفساد، ونقاوم المجرمين الذين هربوا، ونقاوم المسؤولين الذين كانوا في عدن وفي حضرموت وفي شبوة وفي لحج وفي الضالع وفي أبين ممن تخلوا عن مسؤولياتهم أثناء الحرب وهربوا. الحكومة هذا الملف أعتقد هو الملف الشائك الأول، ومن ثم ستأتي هناك أولويات الجرحى، الشهداء، الناحية التنموية الاقتصادية. طيب يعني عن قرب سيد عدنان، يعني إلى أي درجة تعتقد أن يعني الجانب الأمني لن يعيق الحكومة في أداء مهامها في عدن؟ أعتقد لن يعيق إذا كانت الحكومة أولا مشت على أبعدة الفاسدين ممن أفسدوا في الناحية الأمنية والعسكرية وحاسبتهم. أعتقد أنه ذلك سيسبب استقرار أمني. الناس في عدن وفي المحافظات الجنوبية متوقين للحساب والعقاب. نحن ظلمنا طوال 25 سنة، نريد من الحكومة الآن على الأرض أن تحاسب ممن أجرموا في حقنا ويدعون هذه الأيام النصر، ممن يحاولوا الآن أن يدعوا أنهم منتصرين مع المقاومة الجنوبية البطلة وهم من أفسدوا في الجيش والشرطة وفي الأمن. يجب محاسبة هؤلاء وإبعادهم حتى تستقر الناحية الأمنية وتبنى الثقة بين المواطن وبين الحكومة. وأعتقد أنه الأخ رئيس الوزراء والأخ رئيس الجمهورية عندهم اطلاع كامل بهذا الأمر. طيب. وأعتقد من خلال لقائهم بالمقاومة الجنوبية البطلة اللي طلعت يستطيعون أن يبدأوا الخطوة الأولى الصحيحة في هذا المجال. يعني بناء الثقة، ما المطلوب من الحكومة حتى بالفعل تستطيع يعني بناء جسور من الثقة مع المكون الاجتماعي في عدن وأيضا المدن والمحافظات الأخرى؟ سيد فيصل. ببساطة المطلوب من الحكومة الاستماع إلى الناس ودراسة الملفات والقضايا ومناقشة الأمور التي مثلا أثارها الزميل من خلال استماع إلى ما يطرحه جميع الأطراف. بالفعل لا نريد بهذه المرحلة إعادة تدوير للفاسدين ولنفاية الفاسدين الذين كان لهم دور فيما حصل الآن، وبالتالي يجب أن تكون هناك ثمة وجوه حقيقية كان لها وجود ولها حتى هذه اللحظة قبول لدى الشارع في كل المحافظات وبالذات في محافظة عدن باعتبارها الآن هي العاصمة. ومن ثم فإن أي اختلالات في هذا الملف ستؤدي إلى كوارث. أعتقد أن التجربة الليبية شاهدة تماما بهذه المسرح أو بهذا المسرح من خلال إعادة تدوير أشخاص ربما لفظهم الشعب في فترة سابقة وربما كان لهم دور سيء جدا في إدارة الأزمة، يتنقلون من قارب إلى قارب. إذا ما شعروا بأن السفينة ستغرق ينتقلون مباشرة وهم يجدون التلون للأسف الشديد، والناس تعرفهم جيدا. ولهذا أنا أنصح فعلا بتجنيب الفاسدين وعرضهم على المحاكمات. لا نريد إقصاء أي طرف، لكن في المقابل لا نريد أن نجرب المجرب تجريب المجرب خطأ كما تقول الحكمة. وبالتالي على الحكومة أن تتلمس هموم الناس وأن تراعي توفير الخدمات بشكل أولي فيما يتعلق بالكهرباء والمياه، فيما يتعلق بمياه الشرب، فيما يتعلق بغاز الطب، فيما يتعلق بكثير الجوانب الصحية. لا نريد أن تتفاقم مشكلة الجرحى ومشكلة الشهداء وتتحول إلى ربما إحدى العوائق التي تعيق الحكومة نفسها في أدائها لمهامها. طيب سيد عدنان، يعني هذه النقطة التي أشار إليها السيد فيصل فيما يتعلق بإعادة تدوير الفاسدين وعودة وجوه السابق لتقلد ربما مناصب أو التواجد، يعني حتى المقاومة اشتكت من مسألة دمج المقاومة في الجيش أنه تمت هناك محاصصة ولم تبنى على أساس الكفاءة. كيف يمكن تجاوز هذه الإشكالية تحديدا؟ يا أخي هذه مشكلة احنا نعاني منها، وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. عندنا حياء كبير في هذه النقطة بالذات، ندور ممن أفسدوا. نحن نقول لن تبنى اليمن بشكل صحيح إلا إذا وضعنا الرجل المناسب في المكان المناسب وطبقنا مبدأ الثواب والعقاب. هذه ضرورة ملحة. كيف تستطيع أنت أن تدمج المقاومة الجنوبية البطلة التي حققت انتصار من لا شيء في الوقت الذين كانوا الكثيرين يتفرجون علينا ونحن نقتل ونحن نضرب ونحن ونحن ونحن، ونجيب بعض القادة ممن كانوا يتفرجون ويكونون هم القادة على هذه المقاومة؟ شيء لا يقبله عقل ولا منطق ولا تقبله أي شريعة سماوية أيضا.
نحن نريد من الحكومة، هي الآن ستتلمس الواقع على الأرض، وأعتقد أنه وجودها على الأرض سوف يعطيها الدافع الكبير لتصحيح الكثير من المسارات التي كانت لا ترفع تقاريرها بشكل صحيح. هناك نحن نعاني في اليمن من نسبة تخلف ونسبة أمية، لا نريد أن تنعكس هذه على كل المجالات في الحياة. هناك نريد من الحكومة أن تصدر قرار سريع، أولاً قرار مهم، هو هناك سيولة غير متوفرة في عدن وفي المحافظات الجنوبية بسبب تهريب كبير تم للعملة المحلية إلى البحرين أثناء الحرب. هل تستطيع الحكومة أن تصدر قرار بإصدار عملة جديدة حتى تكون هذه الفلوس التي هربت والمبالغ تصير ورق لا فائدة منه؟ هل تستطيع الحكومة أن تقول أن البنك المركزي صار في عدن وتلغي البنك المركزي في صنعاء الذي الآن يستلم كل الدخل الذي من الشركات النفطية والغاز وكل مؤسسات الدولة؟ هناك سيولة، هناك الناس طوابير لاستلام رواتبها أمام البريد بحجة عدم وجود سيولة. هذه كلها هناك طابور خامس يريد أن يقول للجميع أننا لم ننتصر. على الحكومة إذن هي تحديات، تحديات جمة. يعني الحكومة تجتمع غدا صباحا سيد فيصل، كيف يمكنها ترتيب الأولويات في ظل تحديات جمة أمامها؟ الحقيقة أن التحدي الأكبر والذي استطاعت تجاوزه الحكومة هو تواجدها في عدن. هذا الأمر كان حقيقة مطلوب شعبيا، كان ربما مؤثر حتى على سمعة الحكومة محليا وخارجيا ودوليا، وهو ربما أرسل رسالة سلبية إلى المجتمع الدولي بأن الحكومة غير متواجدة وبالتالي ليست أهلا حتى للنصر الذي تحقق. هناك نقطة في غاية الأهمية يجب أن نشير إليها، فمن لا يشكر الناس ليشكر الله. يجب أن نشكر الإمارة العربية المتحدة على جهودها، وهي الآن التي تقوم بإدارة الأمن في عدن، وبالتالي إذا لم نتحدث بهذا الأمر حقيقة سنكون ربما مقصرين من ناحية ذكر جهود الأشقاء وكذلك بقيادة المملكة العربية السعودية. إذا نحن نقول أنه بجهود المقاومة فعلا، ولكن تويدت أيضا دعم نوعي مما مكن اليمنيين من في عدن، وبالتالي وبالذات المقاومة الشعبية في عدن التي استطاعت إعادة الحياة. ومن ثم فإن تمكن الحكومة من الاجتماع غدا ومناقشة هذه الأولويات يفرض عليها في المقام الأول مناقشة الأمور الحياتية للمواطن. المواطن حقيقة تعب كثيرا وهو بانتظار وجود الحكومة، وبالتالي توفير الكهرباء والجانب الصحي. يجب أيضا الحقيقة التفكير في إدارة الصراع بما يؤدي إلى تجنيب عدن والمناطق الجنوبية أي عودة أو اختراق من جانب كرش تعز. هذه المنطقة يجب أن تحرر بهذه اللحظات، أتحدث وبشكل واضح. إذا لم يحرر إقليم الجند فإن الخطورة ستظل نابعة من هذا الجانب، وبالتالي بإمكان الحوثيين أن يتحدثوا عن إعادة اختراق كما كان في الأسبوعين السابقين حاولوا أن يعودوا إلى العمل. طيب يعني هذه نقطة مهمة، خاصة والمعركة الحربية، يعني خاصة الدعم باتجاه تعز. سيد عدنان، إلى أي درجة تعتقد أن الحكومة وعودتها إلى عدن سيؤثر أيضا على مسار دعم المقاومة وأيضا التحركات العسكرية في الجبهات الأخرى منها كرش ومكيراس وأيضا تعز؟ طبعا وجود الحكومة على الأرض سيعطي دافع للمقاومة، ولكن يجب أن تكون هناك أيضا المقاومة تكون لها حاضنة شعبية في هذه المحافظات. لن تتحرر المحافظة مهما بلغ الدعم العسكري والدعم الإمداد والدعم إذا لم تكن هناك حاضنة شعبية تدفع هذه المقاومة للنصر. يعني هذا ما نريده. الإخوان في الإمارات وفي المملكة العربية السعودية أعطوا لعدن الكثير والكثير من الدعم العسكري والخبرات العسكرية، وكانت هناك مقاومة جنوبية بطلة على الأرض ساعدت في تحرير هذه المدينة بالإضافة للخبرات اللي موجودة. نحن نؤكد أن الحكومة من خلال تواجدها سيكون لها أثر كبير على كل المجالات العسكرية السياسية الاجتماعية الاقتصادية، ولكن يجب أن تحذر الحكومة أن لا تعيد لنا نفس الوجوه، لأنه هذه ما هو على الأرض الآن ليس كما كان قبل الحرب. هذا المواطن الغلبان الذي ضرب ونكل به لأنه يقاوم لن يقبل بعودة الفساد والفاسدين، ولن يقبل بعودة المياه إلى ما كانت عليه بكل مساوئها. يجب أن تكون للحكومة أولويات واضحة، يجب أن تكون للحكومة أولويات اقتصادية وتنموية لتوفير أعمال
للشباب اللي موجود العاطل على العمل، واعتقد انه الحكومه طيب. عارفه هذا الشيء، والاستاذ رئيس الوزراء على علم بذلك، وهو يستطيع القيام بذلك من خلال الحكومه اللي موجوده وبدعم من الاخوان في الرئاسه الرئيس. يعني عوده الحكومه، هل يعني عودتها بشكل تام في رايك سيد فيصل، خاصه وان هناك حديث عن ان الرئيس هادي ايضا هناك يعني عوده له قريبا الى عدن، هل يعني ذلك انها ان العمل سيكون الان من عدن؟ بالضبط، نقطة في غاية الأهمية أثرتها أخي فيصل. عودة الحكومة هي وضع حد لأي تكهنات فيما يتعلق ربما حتى في المفاوضات القادمة مع الحوثيين، وبالتالي تؤكد على أن الحكومة ومن خلفية التحالف عازمون بالفعل على حزم المعركة عسكريا، باعتبار أن الطرف الآخر غير معني بالمسار السياسي. وهناك بالفعل حديث جدي عن عودة الرئيس قريبا، ربما البعض يتحدث بأنه في الأيام القادمة وبالتحديد في عيد الأضحى، لا أستطيع أن أؤكد أو أنفي هذه الأخبار، لكن هناك بالفعل جدية في عودة الرئيس، وخاصة وأنه قد التقى بالحكومة قبل عودتها وربما كان له دور في توجيهها بالعودة. ومن ثم فإن إدارة الأمور الحياتية للمواطن من خلال تواجدها، تواجد الحكومة بين الناس في عدن والاستماع إلى مشاكلهم وإدارة الأمور وفقا للصراع الموجود، أيضا إدارة المعركة العسكرية طيب. تؤكد بجلاء وبوضوح أن الحكومة جادة بهذه الملفات. أنا مع أخي سامي بالفعل بأنه يجب إعادة وبالفعل قد صدر قرار بأن يكون البنك المركزي في عدن هو البديل للبنك المركزي وبصنعاء، وبالتالي يفقد ذلك البنك بعد أن نهب الحوثيون ما أكثر من نصف الاحتياطي في البنك المركزي لما يسمونه بالمجهود الحربي، وسرقة كثير من هذه الأموال تحت غطاء دعم المجهود الحربي. وبالتالي أعتقد أن أمام الحكومة تحديات كثيرة، لكن مجرد عودتها سيكون هو بالفعل الخطوة الأولى لإزالة كثير من هذه الألغام. أشكرك سيد فيصل المجيدي الكاتب والباحث السياسي اليمني، كنت معنا من الرياض، وكل الشكر لضيفي من عدن السيد عدنان الكاف الباحث السياسي، شكرا جزيلا لكما مشاركتنا حوار المساء.